اهلا بحضراتكم من جديد وباقي فقرات الحلقه الاولى من الاهلي في المونديال. اهلا بك فارس. اهلا بك يا اسامه. والاهلي في المونديال كلنا امال باذن الله، ولكن النهارده تقريبا خلاص بقينا يوم 2 فبراير، ولكن نعتبر لسه 1 فبراير والذكرى العاشرة لشهداء النادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي النهارده كان، او مجلس اداره النادي الاهلي النهارده بقياده الكابتن محمود خطيبه فارس، كان بيحيي الذكرى العاشرة لشهداء النادي الاهلي. طبعا ربنا يغفر ليهم ويرحمهم ويرزق اهلهم او يلهم اهلهم الصبر والسلوان. ربنا يرحمهم. ودايما بقول قد يقتل الحزن من احبابه بعدوا، فكيف بمن احبابه فقدوا. ربنا يرحمهم وهم في الجنة شهداء في القلوب وأحياء دايما 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 في قلوبنا، وبنحيي ذكراهم. ومحدش قدم للنادي الأهلي اللي قدموه. أكيد طبعا جماهير النادي الأهلي هي الداعم الأول وهي أساس في كل نجاح أو إنجاز بيصل إليه كيان النادي الأهلي. حتى لو كانت دي نقطة معتمة في تاريخ الرياضة المصرية، ستبقوا أنتم إن شاء الله نحسبكم شهداء النقطة المضيئة في تاريخ النادي الأهلي. طبعا عندنا فقرات كتير والأهلي في المونديال، ولكن كان في تضارب بين فكرة المواعيد الأهلي في المونديال أو النادي الأهلي وبطولة كأس العالم للأندية، اللي طبعا لما نقول النادي الأهلي المصري الحصري، النادي الأهلي فقط لا غير هو اللي شارك في بطولة كأس العالم للأندية من مصر، ولكن تضارب المواعيد مع كأس أمم أفريقيا كان يلزمها بيان. نزل النهارده فارس من مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى لسان الكابتن محمود الخطيب يوضح فكرة الاستعداد والاستقبال الحار من قبل الإماراتيين هناك كالعادة، وكمان فكرة أن مصر أولا قبل أي شيء. بيان النادي الأهلي كان بيتكلم في عدد من النقاط، من ضمنها أكيد الإشادة بدولة الإمارات الشقيقة ومجهوداتها لإخراج هذا الحدث بأكبر شكل ممكن، وهي دايما بتعتني بالنادي الأهلي تحديدا وبتديه قدره. وكان كمان كلام عن تفضيل مصلحة منتخب مصر. أنا عايز أقول حاجة، الناس البعض بينسى كان في كده في فترة الكلام عن وجود تفاوض هيحصل ما بين المنتخب يسيب بعض اللعيبة، النادي الأهلي ياخد بعض اللعيبة، ولكن النادي الأهلي زي ما قال فضل المصلحة الوطنية. وأنا حابب أقول حاجة، كنت أنتظر من اتحاد الكرة أن بعد بيان النادي الأهلي بالظبط بعده يصدر بيان على اتحاد الكرة على صفحته الرسمية بيشكر ويثني على النادي الأهلي ومجهوداته في دعم المنتخبات الوطنية على مر التاريخ منذ تأسيس الكرة المصرية. وكنت أتمنى أن ده على الأقل اللي كان يتعمل، لأن النادي الأهلي يستحق في هذه اللحظات هذا التقدير المعنوي والأدبي على الأقل. والله يا فارس، يعني ليس كل ما يعرف يقال. دي كانت ردود اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس أحمد مجاهد. حاليا احنا في بطولة مهمة جدا، كأس العالم للأندية، وأيضا منتخب مصر في بطولة مهمة جدا، وكلنا خلف منتخب مصر إن شاء الله في مباراة مصر والكاميرون الخميس القادم بإذن الله. وبالتأكيد أنا من وجهة نظري بشوف أن وجود لاعبي النادي الأهلي مع منتخب مصر ده أكيد على مدار التاريخ بيثقل من قيمة منتخب مصر فيه من جانب البطولات. طبعا قيمة منتخب مصر دائما محفوظة، ولكن البطولات دائما وأبدا بيكون عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي بيكونوا مساهمين فيها. وآخر بطولات 2006 و2008 و2010 حضراتكم عارفين كويس قوي اسكواد منتخب مصر كان بيتكون من ايه. وبيننا اتكلمنا عن منتخب مصر وطبعا بنبارك الفوز على المغرب، هيبقى عندنا كلام اكيد عن الفوز على المغرب والتوقعات والحاجات اللي بنشعبط فيها في المواجهات دي انا وفارس. ودايما هو بيقول انت بتلعب على الكعب العالي، خليها ماشيه معانا الكعب العالي. لكن انا عندي صوره مهمه جدا من وجهه نظري للاعبي النادي الاهلي، صوره لعمرو السوليه واحنا بنلعب امام منتخب المغرب وبنحقق التعادل، وعمرو السوليه رايح داخل مرمى منتخب المغرب زي ما حضراتكم شايفين يجيب الكرة وراجع على وسط الملعب. طيب الصورة دي ما بتفكركوش بموقف آخر للاعب آخر من النادي الأهلي وأيضا متواجد في منتخب مصر، ولكن كانت في مباراة أخرى للنادي الأهلي وهي مباراة الأهلي والرجاء في البيضاوي المغربي في السوبر الأفريقي، وكان هدف طاهر التعادل في الدقيقة 89، الكل بيحتفل إلا لاعب واحد فقط لا غير اسمه حمدي فتحي. حمدي فتحي نفس الموقف بتاع عمرو السولية في الصورة اللي بعدها هتلاقيه رايح نفس الكلام، كله بيحتفل إلا حمدي فتحي رايح يجيب الكرة من داخل الشباك. وده اتكرر أيضا في تعادل لما كنا بنلعب في قطاع الناشئين أو بقطاع الناشئين في كأس الرابطة أمام الأهلي والإسماعيلي، كان أحمد أشرف لاعب رقم 39 كان أيضا بالتعادل مع الإسماعيلي كان بيدخل داخل الشبكة ويجيب الكرة
هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها. هو ده لاعبي النادي الاهلي اللي دائما وابدا بيلعبوا على الفوز لاخر ثانيه في المباراه ولا يكتفوا ابدا بالتعادل. فكنا حابين يا فارس نستعرض الصورتين دول بالتاكيد سمه في لاعبي النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء. جينات موجوده في النادي الاهلي، ويمكن بفتكر هنا كابتن زكريا ناصف وكلمه اهلولوجي، وكان النادي الاهلي علم من العلوم، لان فعلا النادي الاهلي عنده موروثاته وعنده افكاره وعنده شخصيه اللاعبين اللي بتتكون جواه. ونتمنى دايما نشوف كل اللاعبين بشخصيه النادي الاهلي، واكيد نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. كنا توقعنا الفوز على المغرب، وكمان بنتوقع ان شاء الله الفوز على الكاميرون لو كانت الظروف مواتيه ولو تجنبنا ما نخشاه من بكاري جسامة. وان شاء الله لو الامور فنيه منتخب الكاميرون ما واجهش في هذه البطوله اي مباراه انا بشوف ان كان في فريق بينافسه فيها هو اعلى منه فنيا، فيمكن ده اللي سهل مهمه الكاميرون. ولكن جاء لمنتخب مصر اللي ذكريات الكاميرون معاه ليست بافضل حال، ونتمنى استمرار هذه الذكريات. بما ان اسامه بيحب فكره الكعب العالي والذكريات، فانا لا شايف المره دي فنيا وحتى على المستوى التاريخي احنا داخلين متسلحين بكل الاسلحه اللي تخلينا لو الامور عادله ان شاء الله نكتب فوز مهم جدا. انا عجبني جدا لما شفت فيديو ايتو، طبعا اسطوره الكاميرون رئيس الاتحاد الكاميروني، وهو بيتكلم مع لاعبي منتخب الكاميرون وبيقول لهم ان لازم نلعب بعقليه يوم الخميس، لان كل ما صنعتوه متوقف على مباراه يوم الخميس. البعض شاف وعقب على كلمه الحرب الحرب، وعجبني جدا الحديث بتاع البرتغالي كروش وهو بيرد على ايتو. انا بحب جدا فكره البرتغاليين في لعب الجيم ده بشكل او باخر. فكروش رد عليه قال له الحرب هي انك تحافظ على امن وسلامه الجميع وبدون، طبعا بيشير لواقعه الاستاد الاولمبي اللي طبعا كان فيه تدافع وفي بعض المفقودين، يعني ربنا يغفر لهم ويرحمهم. ولكن في النهايه كان الصراع ده، انا بروح لحته ثانيه خالص، ان ايتو هو بيتكلم من وجهه نظري هو خايف يتجرع وهو مسؤول كأس الهزيمة اللي تجرعوا عديدا وهو لاعب. دي مش طريقة أو بادي لانجوج بتاع حد واثق أبدا، هي دي الحرب، دي الحرب. فكرة الحماس ده هو قلقان جدا من منتخب مصر، عايزين نكون على مستوى والقلق ده اللي عند المنافس وهو بيلعب على أرضه وسط 48 ألف متفرج. الاستاد طبعا ساعته 60 ألف متفرج، ولكن 80% المفترض أن هم هيحضروا، فيكون منتخب مصر قادر على هزيمة منتخب الكاميرون ويتلقى او يتجرع ايتو كاس الهزيمه وهو مسؤول كما تجرعه مرارا وتكرارا وهو لاعب. وان شاء الله انا متفائل وباكد تاني سيناريو 98، يمكن اتكلمت مع بوركينا فاسو او 98 وما حصل في كوتيفوار حصل في دور ال 16 وقلنا هنفوز بركلات ترجيح والحمد لله عدت على خير. اتكلمنا عن المغرب وفي نفس السيناريو بتفوز 2-1 وقلنا هنتشعبط في 2017 و86. المباريات الاقصائيه دايما لصالح منتخب مصر. المره دي بنقول لكم نرجع تاني لسيناريو 98 ومواجهه صاحب الارض في الدور نصف النهائي، زي ما كان بيقول الله يا حازم الله يا حسام الكابتن احمد شوبير في نصف نهائي 98. نتمنى باذن الله الله يا صلاح الله يا تريزيجيه الله يا اي لاعب ان شاء الله في منتخب مصر يصعد بمنتخب مصر للمباراه النهائيه ان شاء الله. سؤال عشان انت بتعبس في ذكرياتي، هي كانت الله يا حازم الله يا حسام، ولا يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام؟ يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام. بس كده، ونتمنى ان شاء الله الله يا حازم والله يا حسام نتمنى تتكرر مع منتخبنا بإذن الله. ولكن بمناسبة حديث أسامة عن الذكريات وعن إحساس المنتخب، عايزين كمان نربط ده بالمنتخب والأهلي. كان شعور المعلق الجزائري وليد فرحاني اللي أحدث حالة كبيرة جدا شفناها في الفترة الأخيرة، وأنا اتكلمت سبحان الله قبل ما أسمع المعلق ده أو المباراة ما تحصل، قلت في مشاعر كبيرة جدا حاصلة عندنا، وشفنا مشاعر عظيمة جدا من الأشقاء في الجزائر، وكان كتير جدا من المصريين بيتابعوا مباريات المنتخب على القنوات الجزائرية، وأكيد كان حالة محتاجين تسمعوها عشان خاطر تحسوا معانا اللي احنا بنقوله. نشوف الفيديو. ومن يتقدم هو إيريك بيلي من جانب المنتخب الإيفواري. أنت تلعب في الدفاع يا بايلي، صدها بشكل رائع، قلنا أنك تلعب في الدفاع، وركلات الترجيح للمهاجمين، وأبو جبل كان مميزا وكان متألقا وصد الكرة بشكل رائع يمنح الأمان والضمان للمنتخب المصري. الأمال كلها على محمد صلاح من أجل منح تأشيرة التأهل والصعود إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا.
ركز يا محمد، ركز يا صلاح. تحدثت عن الجماهير المصرية وقلت وجب أن تساندنا. محمد صلاح مفتاح النجاح، محمد صلاح يضع المنتخب المصري في الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا. هذه مشاعر حينما تخرج من القلب تصل للقلب، ووليد فرحاني كان يتحدث من القلب يا أسامة. بالتأكيد رسالة حب من كل شعب مصر، هنكون احنا بننيب عنهم من داخل قناة النادي الأهلي للمعلق الجزائري اللي بيمثل شريحة كبيرة جدا من شعب الجزائر اللي كان حقيقي سعيد جدا لفوز منتخب مصر سواء على كوتيفوار او استمرار الفوز ان شاء الله والوصول باذن الله للمباراه النهائيه. حابين نشكر معلقنا المعلق الجزائري المحبوب الاستاذ وليد فرحاني، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اولا الف شكر على الحماس اللي احنا لاحظناه، اكن واحد بجد فعلا مصري هو اللي بيعقب على المباراه، فحابين نوجه لحضرتك الشكر اولا. لا شكر على واجب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير زميلي احمد اسامه، احيي كابتن محمد فارس وكل متابعي برنامج الاهلي في المونديال عبر قناه الاهلي، تحياتي لكم جميعا وسعيد جدا بالتواصل والتواجد معكم اليوم. احنا سعداء اكتر اكيد. بالتاكيد يشرفنا طبعا. حابين بقى نسالك شويه كده عن كره القدم المصريه، ونربط الامر بين كره القدم المصريه ووجود الاهلي في المونديال ولقاءات الاهلي مع الانديه الجزائريه، واللقاءات اللي انت ممكن من وجهه نظرك في الذاكره دايما عندك في مباريات او لقاءات جمعت بين الاهلي واي نادي جزائري، انت عندك مباراه زي دي في الذاكره حابب تتكلم عنها؟ اولا خلينا نحيي الجماهير المصريه الشقيقه والشعب المصري العزيز من خلال كل رسائل الود، رسائل الحب التي وصلتني في الاونه الاخيره عندما علقت، وكان حصل لي الشرف التعليق على مباراه المنتخب المصري والمنتخب الايفواري، صراحه كنت سعيد جدا لذلك. التفاعل كان عفوي وبصدق وبحب ايضا لمنتخب عربي مصري لطالما ابدع وامتع وقدم اجمل ما يمكن للعين ان تراه على مستوى الساحره المستديره سواء في المحافل العالميه وحتى في المحافل ايضا الافريقيه، فكنت سعيد جدا ولي الشرف دائما مثل ما قلت، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمنتخب المصري الذي يقدم واحده من احسن ربما البطولات على الصعيد الافريقي. المنتخب المصري تعودنا دائما بتتويجات رائعه، ونتمنى ان شاء الله هذا اللقب وكل حب وود للجماهير المصريه. بخصوص سؤالك انا اتذكر جيدا ربما واحده من المباريات الرائعه التي بقيت محفوره في الذهن، اتذكر مباراه الاهلي مع شبيبه القبائل سنه 2010 في استاد القاهره موقعة الذهاب، مباراه كانت في غايه الاثاره وكانت ممتعه، انتهت بهدف مقابل هدف، اتذكر احمد نادي ناجي جده ومن سجل الهدف الاول للاهلي، وبعدها جاء هدف التعادل ايضا من سعد تجار، كان واحد من اجمل الاهداف. ونتذكر ايضا مباراه الاهلي المصري ضد وفاق سطيف كاس السوبر هنا بالبليده بالجزائر، مباراه ايضا كانت رائعه احتكم من خلالها الفريقين الى ركلات الترجيح، فكانت واحده ايضا من اجمل المباريات التي استمتعت بمشاهدتها. طيب عايزين بقى بما ان احنا الاهلي في المونديال، وطبعا مشاعرك جميله تجاه مصر بنقدرها وبنثني عليها وهكذا عهدنا بالاشقاء في الجزائر ونبادلكم نفس المشاعر والله، ولكن السؤال بقى فيما يخص الاهلي في المونديال، تفتكر ايه من المباريات والاهلي مقبل على تحدي صعب جدا وسط ظروف ولاعيبه بيفقدها، تفتكر ايه للاهلي في المونديال على مدار مشاركاته اللي هي الاكثر في تاريخ افريقيا؟ طبعا الاهلي مقبل على مباراه مهمه جدا امام مونتيري المكسيكي، ذلك سيكون يوم الثالث من فبراير المقبل، مباراه ستكون صعبه، ونعرف دائما ايضا المباريات الافتتاحيه تكون معقده وصعبه على الاهلي المصري، واحنا نعرف ايضا بانه فيها غيابات على مستوى النادي الاهلي في هذه المباراه، نتحدث عن محمد الشناوي حارس بقيمه كبيره، ايمن اشرف، عمر السوليه، حمدي فتحي، محمد شريف، يعني اسماء راح تؤثر بشكل او باخر على النادي الاهلي وهو يواجه منتخب
مكسيكي قوي سبق له وان فاز على الاهلي المصري في صاحب مركز ثالث في مونديال الانديه. فبالتالي نتمنى هذه الغيابات لا تؤثر على النادي الاهلي ليبقى عنده اسماء ايضا مميزه، تتحدث على وليد سليمان، الو ديانج، طاهر محمد طاهر، رامي ربيعه، علي لطفي، يعني اسماء مميزه والاهلي يعرف حق المعرفه كيف يتصرف ويتعامل مع هذه الظروف الصعبه، خاصه عندما يتعلق الامر بحدث عالمي كبير او بحدث افريقي. فاتوقع ان الاهلي راح يدخل المنافسه ومحضر جيدا لهذه البطوله وسيكون في المستوى بحول الله وقوته ان شاء الله، ودي امنياتنا. استاذ وليد، يعني حضرتك يعني مذاكر كويس جدا للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، وده شيء يسعدنا بالتاكيد. احنا عندنا حابين نقول لحضرتك ان دايما جماهير النادي الاهلي بتتسلح بمقوله الاهلي بمن حضر، ان شاء الله الاهلي يكون في الموعد ولاعيبي النادي الاهلي لحضرتك يعني حافظهم عن ظهر قلب يكونوا في الموعد. لكن توقعاتك بقى بالنسبه لمنتخب مصر والمواجهه القادمه، نرجع بيك بقى لمنتخب مصر ونتمنى ان شاء الله نكون سعداء الحظ اننا نستمع لتعليقك على مباراه مصر والكاميرون عبر القنوات الجزائريه. فتوقعاتك المواجهه دي ومنتخب مصر بيلعب صاحب الارض والجمهور في ظل اجواء وحرص شديده جدا ودعم كبير جدا للمنتخب الكاميروني من اجل تحقيق البطوله، انت توقعاتك وتتوقع ان منتخب مصر قادر ان شاء الله على العبور للمباراه النهائيه؟ طبعا اكيد اكيد، لما نشوف المنتخب المصري الذي يلعب في مرحله خروج المغلوب هو منتخب مصر مختلف ومغاير تماما للمنتخب المصري الذي كان يلعب على مستوى دور المجموعات. المنتخب المصري ابان عن قدرات هائله وامكانيات ايضا كبيره جدا على مستوى الصراعات الفرديه، على مستوى الحضور البدني، على مستوى الحضور الذهني. صراحه المنتخب المصري حاليا هو من بين ابرز المرشحين لنيل بطوله كاس امم افريقيا. المباراه صعبه اكيد امام منتخب كاميروني متسلح بعاملي الارض والجمهور، ونعرف ايضا الكثير من الامور التي يمكنها ان تدخل، تعرف زميلي جيدا الكواليس الافريقيه وما شابه ذلك. نتمنى هذه الامور أن لا تؤثر بشكل أو بآخر على المنتخب المصري الذي يبقى خبيرا أيضا ويعرف حق المعرفة ما هو موجود ومتاح على مستوى إفريقيا. لكن الجميل والمشرف أن المنتخب المصري دخل المنافسة وأصبح منافسا شرسا لنيل بطولة كأس أمم إفريقيا، ولديه كل الإمكانيات لتحقيق ذلك. تتحدث عن مباراة كلاسيكية أيضا بين منتخب كاميروني ومصري، يعرفان بعضهما حق المعرفة، وكان تنافس كبير بينهما على مدار التاريخ. كانت أفضلية للمنتخب المصري وبعدها أفضلية للمنتخب الكاميروني. آخر مباراة كان في 2017 المنتخب المصري خسرها بهدفين مقابل هدف واحد بعدما تقدم بهدف مني، وقبل ذلك في 2008 من ينسى ذلك الهدف الجميل للمنتخب المصري بعد صراع على الكرة لمحمد زيدان الذي لم يفقد الأمل، وجاء بوتريكا من الخلف فوقع واحدا من أجمل الأهداف التي بقيت راسخة أيضا في الأذهان. نتمنى أن يتكرر ذات المشهد ونفس السيناريو بحول الله وقوته في المباراة القادمة، وأن يبلغ المنتخب المصري العربي الشقيق المحطة النهائية، ولما لا التتويج بثمن الألقاب يا رب. إن شاء الله بإذن الله. المعلق الممتع وليد فرحاني بنشكرك، ونتمنى زي ما سمعنا تعليقك على أهداف منتخب مصر نسمع تعليقك على أهداف الأهلي في المونديال، ونشوفك قريبا حتى بتعلق على الدوري المصري، لأن أنت إضافة لأي مكان والشعب المصري تعلق بيك وبصوتك وبتعليقاتك. وتمنياتنا للجزائر بكل خير وكل سعادة، وأنتم أشقاء في القلب دائما. بنشكرك جدا جدا. طبعا شكرا للاستاذ وليد فرحاني. للامانه يعني كان حديث السوشيال ميديا بعد تعقيبه او تعليقه على مباراه مصر وكوتيفوار، وكان مهم جدا ان هو يكون ضيفنا عبر الهاتف من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لان طبعا عارفين شعبيه النادي الاهلي، وبالتاكيد بالتاكيد هيكون ليه شان كبير جدا، لان بالفعل عنده امكانيات تؤهله ان هو يكون في مصاف المقدمي او معلق المباريات في الدول العربيه. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر امام الكاميرون، ونشوفه باذن الله معلق على احد مباريات النادي الاهلي، بس تكون في نهائي بطوله كبيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ولعله يكون نهائي المونديال. نتمنى ان شاء الله، إن شاء احنا الله. رايحين بنتسلح زي ما قلت بالامل، وعشان بنتسلح بالامل محتاجين نستعرض معاكم قائمة النادي الأهلي اللي سافرت للإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية. القائمة بتضم علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وعلي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد أشرف، أليو ديانج،
محمد محمود وطاهر، محمد طاهر، احمد عبد القادر، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد فخري، افشه، ميكي سوني، زياد طارق، وليد سليمان، بيرسي تاو، وحسام حسن. كل الدعوات ليهم بالتوفيق، وعندنا بعض الكلام والتعقيبات المهمة جدا على فكر النادي الأهلي وأهدافه في البطولة دي في ظل الظروف اللي فرضت علينا يا أسامة. خليني أقول لك أن المباراة الأولى هي أخطر مباراة بالتأكيد، لأن أنت تفتقد اللاعبين الدوليين بالتأكيد، لهم ثقل كبير جدا، ولكن اللاعبين الموجودين والأهلي بمن حضر إن شاء الله يكونوا عند الموعد ويكونوا في قمة مستواهم، وأتمنى يكونوا عندهم القدرة البدنية أن هم يلعبوا 90 دقيقة، لأن فريق مونتيري فريق قوي جدا بدنيا، ومحتاجين ان احنا يكون عندنا التحامات قويه. وان كان هنتكلم عن فريق مونتيري والعشره اللي ممكن يتاخروا للوصول للبعثه، ولكن يعني انا شايف اننا قادرين ان شاء الله في حاله تاخر وصول العشره الدوليين لمنتخب لفريق مونتيري مع المنتخبات اللي بتشارك في تصفيات امريكا اللاتينيه، بالتاكيد هيكون عندنا وقفه عند التشكيله فارس، وانا حابب احط تشكيل وانت تحط تشكيل ونشرك معانا المشاهدين عشان نفكرهم ان قد ايه في عندنا بعض النواقص، ولكن الاهلي فعلا بن حضر. انا بالنسبه لي ممكن طبعا علي لطفي في حراسه المرمى، واعتقد بيتسو موسيماني هيكمل بطريقه 3 4 3 اللي هو حتى لما لعب بقطاع الناشئين لعب 3 4 3، فمن وجهه نظري هيكون رامي ربيعه، وعلى يمينه ياسر ابراهيم، وعلى شماله مغربي ان شاء الله يكون جاهز باذن الله. الليفت وينج باك بالتاكيد علي معلول اضافه كبيره جدا، هو اليو ديانج، لكن علي معلول في مكانه بشكل طبيعي جدا. ومحمد هاني الرايت وينج باك، اعتقد ده خماسي يقدر ان شاء الله ان شاء الله واثقين فيهم ويقدروا يعني ادوا الادوار مكان الاساسيين. عندنا اليو ديانج، وعوده اليو ديانج اللي افرحت كل جماهير النادي الاهلي، لان اليو ديانج حاليا هو رقم 6 الوحيد اللي عندنا في الفريق من الفريق الاساسي، فبالتالي وجوده عنصر مهم جدا. ومن وجهه نظر رقم 8 او اللي معاه يكون في خط الوسط هو عمار حمدي، كان شعلة نشاط ما شاء الله في الثلاث مباريات الاساسيه اللي لعبهم في كاس الرابطه. عندي الثلاثي الامامي، والثلاثي الامامي انا وجهه نظري لازم نلعب على التحولات، نلعب ميديم بلوك ونلعب على التحولات مع فريق مونتيري المكسيكا، وبالتالي انا بشوف ان يكون عندنا سرعات، عندنا حسين الشحات، عندنا احمد عبد القادر، عندنا محمد مجدي قفشه، وعندنا وليد سليمان. الاربعه دول انا وجهه نظري اي اثنين منهم مناسبين جدا، وانا هميل لحسين الشحات وقفشه، وهميل لراس الحربه طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر من وجهه نظري هو اللي يقدر يعمل التحولات ده والسرعات، وده اللي كان بيفكر فيه بيتسو موسيماني لما لعب بايرن ميونخ، وكان وقتها كهربا هو اللي لعب سنتر فيرود. فاعتقد ده التشكيل بالنسبه لي، انا مش عارف التشكيل بالنسبه لك، وهل انت عندك ان هو ممكن فكره ان هو يغير الطريقه، ولا الطريقه ثابته زي ما هي، ولا انت شايف في ظل الظروف دي اتمنى نلعب بنفس الطريقه. بس انا عندي تريكه بسيطه كده، اكيد زي ما اتكلمنا علي لطفي هيكون ليه حظوظ كبيره، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، وبعتقد ان محمد هاني ممكن يبقى الثالث بتاعهم، ويكون موجود في اليمين كريم فؤاد، وموجود في الشمال علي معلول، ويكون موجود عمار حمدي وديانج. يبقى كده عندنا كمان الهجوم، يتبقى في الهجوم بشوف ان حسين الشحات واحمد عبد القادر ومجدي قفشه، دول العشر عناصر اللي انا شايف ان هم ممكن يكونوا مين راس حرب موجودين. لا انا شايف ان انت تقدر تلعب بالشكل ده، احمد عبد القادر ممكن يدخل في الحته دي. انا مش شايف ان في ظل الحاله اللي انت موجود فيها محتاج راس حربه صريح. انت قفشه هيكون موجود عندك، وحسين الشحات هي قريبه من فكره طاهر، بس انا بشوف ان احمد عبد القادر ممكن يكون بيعمل التحولات من العمق او التحولات الهجوميه من قلب الملعب. فكره قريبه جدا يعني، متفقين بشكل كبير، ولكن انا بس اختلافي في حته طاهر. بس انا مختلف على كريم فؤاد، شايف ان الدفع بكريم فؤاد في المباراه دي هيكون صعب جدا، لسه من وجهه نظري بعد كاس مباراه تقيله عليه فعلا، متفق معاك، وفي تقل، فبالتالي محمد هاني وجوده يعني مهم جدا. ومغربي عنده الثقه اللي يقدر يلعب بيها في المكان ده، وكمان عنده لما نيجي لو شفنا الضغط اللي بيعمله فريق مونتيري والهاي بريشر والضغط العالي اللي موجود، انا بشوف ان مغربي بيقدر يطلع بالكره بشكل سليم جدا، فده هيكون اضافه. لكن كل التوفيق لاي 11 لاعب يختارهم بيتسو موسيماني، احنا بس بنحب ننشط الذاكره عشان نعرف الناقصين، وبعدين برضو نروح بقى لفكرة تاريخ البطولة دي والنادي الأهلي. وزي ما قلت لما تيجي تتكلم عن الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، قول المصري الحصري. النادي الأهلي بس مش في مصر، في أفريقيا هو الأكثر مشاركات. لو استعرضنا أكثر الفرق الأفريقية مشاركات في بطولة كأس العالم للأندية، هتلاقي النادي الأهلي 7 بطولات أو 7 مشاركات
يليه الترجي ومازيمبي الاثنين شاركوا ثلاث مرات فقط لا غير، الرجاء شارك مرتين، والنجم وفاق الصيف وصن داونز والوداد كل منهم شارك مرة واحدة. كمان عندنا أكتر خمس لاعبين خاضوا مباريات مع النادي الأهلي، لا ده أكتر من خمس لاعبين، أكتر اللاعبين مشاركة في البطولة محمد أبو تريكة، وائل جمعة، حسام عاشور 11 مباراة، كابتن عماد متعب 9 مباريات، شادي محمد وأحمد فتحي 7 مباريات، وكابتن محمد بركات وأمادو فيلافيو 6 مباريات. والهدافين بنتكلم عن هدافين الأهلي في البطولة، كابتن محمد أبو تريكة 5 أهداف، وللعلم كابتن محمد أبو تريكة الوحيد اللي سجل هدفين في كأس العالم للأندية من ضربات ثابتة. الضربات الثابتة بنفتقدها بشكل كبير جدا. كل اللاعبين اللي شاركوا في بطولة كأس العالم للأندية على مدار التاريخ ما حدش منهم سجل هدفين. عندنا أمادو فلافيو 4 أهداف وعماد متعب هدفين. تمام. عندنا كمان الجوائز بتاعت كأس العالم للأندية بالأرقام، 5 مليون دولار للمركز الأول، 4 مليون دولار للمركز الثاني، 2.5 مليون دولار للمركز الثالث، 2 مليون دولار للمركز الرابع، ومليون ونص دولار للمركز الخامس، ومليون دولار للمركز السادس، والمركز الأخير نص مليون دولار. بالتأكيد دي كانت أرقام عن بطولة كأس العالم للأندية والمشاركة الحالية، لكن أنا حابين نروح برضو الفريق مونتيري المكسيكي أو مونتيري المكسيكي، عشان في ناس كتير بتتكلم وتقول إن في 11 لاعب مش هيلعبوا مع فريق مونتيري المكسيكي في مواجهة النادي الأهلي. لا، هو بالفعل في 11 لاعب مشاركين مع منتخبات، أو نقدر نقول خلاص 10، في لعيب مصاب فريجيرا خلاص رباط صليبي بعد مباراة كروزازول، وفي لاعب هيكتور مورينو رجع لأنه كان حصل على الإنذار الثاني في مباراة المكسيك وكوستاريكا، وبالتالي مش هيكون عنده أحقية في مشاركة مباراة المكسيك وبنما، وبالتالي هيكتور مورينو عاد للبعثة أو التحق بالبعثة، وباقي التسع لاعبين هيأدوا مشاركاتهم مع الفرق أو المنتخبات المكسيك والأرجنتين وتشيلي وباراجواي وكولومبيا، وهيرجعوا يوم الخميس بالليل لأن آخر المباريات هتكون الخميس بتوقيت مصر 5-6 صباحا في الحدود دي، وطبعا الرحله هتستغرق 15 ساعه. بالتاكيد ده ارهاق يا فارس كبير على اللاعبين، واستغراق 15 ساعه. والبعثه او فريق مونتيري المكسيكي لما رجع او كان وصوله لابو ظبي كان خلال 15 ساعه، وعمل كمان ترانزيت في ايسلندا لان مفيش طيران دايركت، وبالتالي ده ممكن يؤثر بشكل او باخر على لاعبي فريق مونتيري المكسيكي. بص احنا كنا بنتكلم، اكيد انت برضو كنت مشارك معانا مع جزء من جمهور مونتيري، كان بيتكلم ان اكيد ده هيأثر بدنيا، ولكن هم عندهم حظوظ اكبر ان اللعيبه هتكون متواجده تقريبا قبل المباراه بيومين، وده هيخليهم حظوظهم اعلى. كمان الفريق قائمته واسامه تكتيكيا داخل الفريق في حلول كتير جدا، وده اللي بيخلي برضو انت مش حاسس ان غياب مثلا فيرجارا نتيجه الاصابه او ميزا اللي مر بظروف اعراض كورونا، برضو ده اللي هيأثر على الفريق. وان كان ميزا لاعب مميز جدا، يمكن حتى معانا صوره ليه واندبندنتي الارجنتيني بيحتفل بعودته وانضمامه لمنتخب الارجنتين، لانه هو لاعب اندبندنتي السابق قبل مونتيري وغاب عن منتخب الارجنتين 1157 يوم. هو لعب تقريبا، مش تقريبا، لعب 10 مباريات في سنه 2018 من مارس 2018 لنوفمبر 2018، وكانت اخر مباراه امام منتخب المكسيك بشكل ودي. فلما عاد بعد الغياب ده، وعاد ليه؟ لتألقه مع فريق مونتيري المكسيكي، لان في 20 مباراه ساهم في 10 اهداف، صنع 5 وسجل 5، فبالتالي عودته لمنتخب الارجنتين لكن ما شاركش لانه كان عنده اعراض كورونا برغم النتيجه سلبيه. ففريق اندبندنتي الارجنتيني جاب له تيشيرت رقم 8 واداهوله كتكريم له. بالظبط. كمان اللاعب اون فاير في الكلوزورا، وهو الدوري المكسيكي اللي بيلعب حاليا في الجزء الثاني منه، اتلعب 3 مباريات، اللاعب مساهم في 3 اهداف في الثلاث مباريات، سجل هدف وصنع 2، لاعب مميز جدا، هو الرايت وينجر بتاع الفريق، ولاعب اكيد ممكن يبقى لنا واقفه معاه. ففريق مونتيري في أفضل أحواله حتى لو عنده بعض الغيابات، ولكن هو داخل بأفضلية. كنت حابب أقول حاجة خلال مشاركاتنا أسامة، إحنا حصلنا 3 مرات على المركز السادس. ليه بقول ده؟ أكيد حصلنا مرتين على المركز الثالث، برونزية كأس العالم للأندية وشيء عظيم، ولكن أنا بقول ده عشان الجيل اللي موجود هناك أو الفريق اللي موجود في البطولة. ارفعوا عن نفسكم الضغوط، مش معنى كده إن أنت مش مطالب تدافع عن تيشيرت الأهلي، أي حد بيمثل تيشيرت الأهلي هيدافع عنه، ولكن لازم تعرفوا إن بأجيال كبيرة
حققنا بعض النتائج السلبية. إذن أنت مطلوب أنك تحاول ولازم تحاول ولازم تحافظ على تيشيرت الأهلي، ولكن جزء من تحرير الضغوط يكون مهم جدا ويفرق مع الجيل ده والفريق ده، وقد يحدث مفاجأة لو قدروا يحافظوا على الشعرة ما بين أنك ترفع عن نفسك الضغوط وأنك تقدر تعمل حاجة وتحاول وتركز. بص يا فارس، الجيل ده تحديدا يعني يمكن فرق على الجيل أبو تريكة وبركات وعصام حضري ومتعب، مش عايز أذكر أسماء لأنه مشاركاتهم الأولى كانت المركز السادس ثم حققوا الميداليه البرونزيه. الجيل ده بدا من الميداليه البرونزيه، فبالتاكيد انت حققت انجاز، ولكن احنا دائما وابدا ثقتنا في لاعبي النادي الاهلي لان عندنا قاعده ما بتتغيرش، الاهلي بمن حضر. يعني ايه؟ يعني انت هتحاول وتقدم اقصى ما لديك والنتيجه دي بتاعه ربنا، وبالتاكيد بالتاكيد جماهير النادي الاهلي مقدره الظروف بشكل او باخر، لان هي بالفعل ظروف صعبه جدا، وانا بشوف ان ده اسوا توقيت لبطوله كاس العالم للانديه تبعا لظروف لاعبي النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله نكون قادرين على تقديم مواجهه قويه جدا امام مونتري المكسيكي، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. ان شاء الله يا اسامه، استمتعنا بوجودنا معاكم في الاهلي في المونديال، ومستر مانويل جوزيه عراب الكره في النادي الاهلي كان دايما يقول الأسوأ من الهزيمه هو عدم القتال من اجل الفوز، وده اللي احنا منتظرينه منكم، فقط القتال من اجل الفوز. استمتعنا بيكم وان شاء الله نشوفكم خلال الأهلي في المونديال، وفقرة تكون معاكم نستمتع بيكم وتستمتعوا بالأهلي في المونديال.